بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. الثالثة الكتب المخرجة على الصحيحين لم يلتسم فيها موافقتها في الألفاظ. الثالثة المسألة مسألتها سوى الثالثة أي سدحات هذا محلها ومسألة سدحات ومن مسائل الصحيح حديثك صحيحة هاي مسائشي وكفر عي مصنفك رحمه الله تعالى. أيها الكان كقد قال يا مصنفك رحمه الله تعالى الكتب كتبت أسوى المقرجة أي لصوى صار على الصحيحين صحيحين كالغصوى دل صار لم يلتسم لمن لا سمسن كتبت فيها كتبت موافقتهما صحيحين كوافقتان كذل ومن لا سمسن في الألفاظ ألفاظ يكون وافقته فحصل فيها في الكتب مركوها حصل تفاوت كلا تكسنان تفاوت كاسو في اللفظ والمعنى. مصنف رحمه الله تعالى هل كان وهذا لي مسألة الاستخراج أما الكتب المخرجة كتبت عن مركة مخرجة الإرادة واستخراجك وحال الإرادة مقفك مصنفك أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب واستخراجك وحال الإرادة أما تخريجك وحاجرة استخراج هي تخريج هي مخرج هي مخرج وحياة ببضنا وحاجر تعلم هذا محدثين تعيشان وحي كلليه المركة تعريف الدين اللي يرى هذا مخرج إيو مخرج إيو تخريج إيو مستخرج إيو وحيا بها بضم بوالغو الشيقاء مدوال بابنا ميل قوني هالوغا هذلا كان هذا المركة وحال لولجي إذا تخريج كان نوعانا أما استخراج نوال اللي يرى هذا استخراج كان ساس أمبال انت بضم بكتابه وحي عبران على الاستخراج استخراج كاس مركة وحال إرادة أن يأتي المصنف أما أن يأتي المحدث قفك محدث كأنه أيما إلى كتاب من كتب الحديث وحو إيمان يا كتاب أو كتب حديث كمدة محوصة مينا مركة فيقرج أحاديث أو كتاب كأحاديث تكقر مثلا بخاري وكلو إيمان يا بخاري أحاديث تكقر ودن أيوصاق هذا يا وحونا كسو صار يا فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه أسانيد أوسق نفتيسا ووحوي علمديسا وكوري أسانيد وحكوري جري أيو حديثا حديثا كسو ورنا يا سند كبخارنا وأسكا دافيا مدن يا كلي أيو صاق هذانا من غير طريق صاحب الكتاب وحولي مريا من غير طريق صاحب الكتاب صاحب الكتاب كا وضدي أوم مريا سند كأوم مريا سند أنا هين أيون مريا وحي معنى إذا مركة وحي إسكام كإتحاديان حق أحاديثة وكإتحاديان وأحاديثة بخاري أيو صاق آذانيا لكن وحي كوكال الدونانيان حق سند كوكال الدونانيان أو سند أو سند كي بخاري أنا هين أيو كورين يا أحاديثة أصدان استخراج كمركة سيدة الإرادة كتاب كاس مركة نوع الله قراء وحي الإرادة مستخرج نوع الإرادة مخرج نوع الإرادة المستخرج هي مخرج وبدينهم كتاب بدن أو نوع عاسه لقرية جيره صحيحين كالوسم يو مسلم هنه وده أبدن هذا مسلم با أبدن أما بخاري سيده كله كتبها أبو مركة كهذا ليا كتبها قاب كل لغو تلقى لأي فوائد إليه إن يقولي جيدة يعني وحو يكدن بيضا إن لسمعي استخراج كان مركاب وحير الشيخ والكتب وكتب تاسو المقرجة اللغوصة ساري أما اللغوصة ضلبحي على سيحين سيحين كاللغوصة ساري أو اللغوصة ضلبحي وحالب كم دوك لك المستخرج للإسماعيلي وللبرغاني مستخرج وشيخ اللي ربرغاني أوليها مستخرج لأبي أحمد الغدريفي لأبي عوامنك اللي هذا مستخرج كلو أبي عبد الله ابن أبي دهل هذه أترب ذيهن كتبها مقرجات كاء مرة كتابها سوحو ليها لم يلتسم تعريف كي هدا عن شيقي إننا ما شابوك الشيقي الضنبو وموضع الاستخراج كما قال العراقي أن يأتي المصنف أن يأتي المحدث إنه يرى هذا سدابا حوغا كعامسون وكعبرا إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج حديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب
مركا واحد كل ما يان لبده وده فيجتمع معه في شيخ شيخ صاحب الكتاب كتاب كان كتاب شيخ إسكالها شيخ إسأي كل ما يان وإسكال دعيان وانا كل حنا حتى بخاري مسلم مرة أو مسلم مسلم مرة مركو سمين أو من فوقه أما عدة كسي سر يدا علماء كسي سر يدا أي كل ما يان مركا مد ظهرها دي وشيخ كل كل ما مثلا شيخ البخاري وكل هالك إسكال دعانا ما شيخ مسلم كاسا مركا وحالي يرى موافقة كعبران علماء موافقة كعبران ساسا مركا الله تلقى لي ولبا وحال الربا قال الشيخ الإسلام بحيره وشرده ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأغرب وحال الربا إنه سنجارين أو صاحب الكتاب كأنه كجارين يعني سند فوق شيخ فوق إنه سنكجارين أو كل كل من حتى يفقد إلى وكوى سندا يوصله إلى الأغرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهم ساس أمرك الله تلقى لكتب تنوع عاسى الكتب المغرجة على صحيحين لم يلتسم لمن لا سمسن فيها كتبتها موافقتهما صحيحين كوافق الدود لمن لا سمسن في الألفاظ ألفاظنا يكون وافقان ألفاظ مركة أو شيء قادم بأورنا أيه يمد كتابك يعني مخرج عليك إن إسوافقان شرد معهن وهي لأنهم إنما يروون إنما يرو إنما يروون بألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم ألفاظ دي كورين يعني لكن وحى إسلا أصل الحديث ك فحصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى فحصل مرك وحى حصل فيها في لها كتب كتبتها وحى كو حصل تفاوت أيهو حصل كلا تكسنان وتفاوت في اللفظ اللفظ جنا أيهو كلا تكسنادان هي والمعنى معناها لبضبة وحدي كرتال لبدان كتاب أو مستخرج كي مخرج عليه جا إن يوحى ويحق ألفاظه كلا تكسيهين أما حق معناه حقايرة تفاوض أوي ما دام ألفاظه أين شرد هين إلا اللي أرسم سده لكن أصل الحديث كأي معناه إسكليهين وكذا ما رواه البيهقي والبغوي وشبه ما قائلين وكذا وحى لم يدكوا أو أيكنا تفاوض وحسل ياهو إن إسوافقان شرد أين نهين ما حديث كيبا لم يدر رواه البيهقي أو وريوه إمام البيهقي أما وحو كورنا السنن الكبرى أما كتاب كيسا معرفة ليرا أما الدلائل النبوة كتب بضن وليا والبغوي بغوينا أو ورنا يا كتاب كي لأرنجر شرح السنة أيوب بغوينا كوريا إيا وشبهما لبدا الشيخ علماء لمدكا علماء بضن أو كتب قرين بالمدا قائلين حالي أرنا يان مركن رواه البخاري أو مسلم حديث كيبا ورنا يان مركابة واحد سواق هذانا ينقائلين حاليهن رواه البخاري بخاري باوري إليهن أو مسلم أما واحد إليهن رواه البخاري أما يعني رواه البخاري ومسلم وابسكو دريان حديث تنوع سواق لا وقع في بعده تفاوت وقع مركا وحادع في بعده ما قار كينا وحادع تفاوت كلا تكسنان تفاوت كاسو في المعنى معناها كسونا هذي سياسة اللولج هذا حق معناه ويكوك لقدسنان ايان ومع ذلك ايكو ارانا ايان رواه البخاري اما مسلم ايا مركي اللي بدا حدي الله يصفي ريا وحا ايمان ايا حوغا ايار وتغاير او كالدونان اه كالدونان تازي حق اللفظي وين نوانكرتا حق معناه وين نوانكرتا اللوذي وين نوانكرتا ما هيا لمركي هرب الشرد ما هين فمرادهم علماء دا مركا مراد كود ايضو يعني وحاوي حديثكي او كالدوين يهي ايها الدنوحي ارانا يعني وحاوي رواه البخاري او مسلم فمرادهم علماء دا مراد كود وحاوي انهما بخاري او مسلم روايا اني وريين وي اسله اسل الحديث حديثك اسل كيسي اي وريين او اسل الحديث اي صو صارين انبا الله وضا يا لفظي كان هذا ماشي كويا لاني وريان شرد ما هن دون لفظ الذين او دون لفظ الذي اوردوه فلا يجوز مركه ما بنان حديث سدا ايتا ان تنقل ان سو غورد منها من الكتب كتب تنو عاس ان اد كسو غورد حديثا حديث ان كسو غوردين او وتقول مركه اتر عيد هو حديث كان كذا سدا بو هذا فيها في الكتب كتب تدخده فيهما ساسا في انام بدن هوسونا كقريا وتقول آتر أهل هو حديث كان كذا سدان بو أهذا فيهما في الصحيحين مثلا سنن الكبرى أي وحاكو أرك إذا أما شرح السنة وحاكو أرك إذا حديث إليهم بخاري باوري إن آتر أهل مركا نفس هذا الحديث حديث كان بخاري يكوي ألا سدان بو نأوي ألا قاب كان هذا وميشان أوي ألا لما أقل السداء إن آتر أهل إلا أن تقابله بهما إلا أن تقابل إن تكون مقابل يديد أو كجاج جريديد أو كسا حديد بها اللي ولجي إذا هو حديدك بهما بالكتابين اللوذي كتاب إن أنت اللوذي كتاب أولا لابتد
وأد كسا حديده اسكو في ريديده إن المقالفة أود حينين إن أجاتر ما نسيك للغم أقلا أو يقول المصنف أما مصنف كوينو يرى هذا ما هاني أخرجاه حديث كان بخاري مسلم باصوصا ربي لفده ويكوصا صارين ومثلا يعني صاحب الكتاب كا ومدنك اللي ربي هاقي أما يعني بغوي وكلا أما علماء لمدكا هدي يرى هدين كتاب كان بخاري حديث كان بخاري باوريه وحونكو وريه بلفده لفده كان هذا ماشي وكويا لا مركا ويكوبا نانته إن ترى هذا وحاوة بخاري صوصا رسدان وكويا لا ما هي المركز وحا الاعتماد يا مقابلة يؤسس من الشيخ صاحب الكتاب قال الاعتماد يا إلا أن يقول إنه أو يقول إنه يرى هذا ما هنا أخرجاه حديث كان ويصوص عليه بخاري ومسلم باللفد أي خصوص عليه سيدا سيمرك النقون إذا كتبها النوع عاصو كالقاب كاسا لغا فيرين يا بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما وهذه كتبتان بخلاف المختصرات مختصرات كخلاف كي كيدا متكو لهم وي مقتصرات كمن الصحيحين صحيحين كان لغا سو غابي فانهم علماء دي سو غابي نقلوا وحي سو غوريان فيها مقتصرات كالفاظهما بخاري ومسلم الفاظ دودي اي سو غوريان marka arintani waxay ka duunaanayda kitabaha la yiraahdo muqtasarat oo ayaku wax asaaniida aan lahayn midalan bukhari oo kale kutubaha laga soo gaabiyay sida midalan abu jamra oo kale iyo kitabka tajridu sariha loo yaqaan oo kale iyo muslimna asaguna sidaas oo kale u leeyahay kitabkan yaani waxa weeye oo laga soo gaabiyay kitabaha noocaas oo inta sanadkii laga soo tagay madniga kale la soo qaaday kuwaas ayaka lama ogola inay iskhilaafaan haba yaraatee inay iskhilaafaan lama ogola بخلاف المختصرات وهذه كتبتان marka بخلاف المختصرات مختصرات خلاف كودا كوا كودها وهي من الصحيحين لغا سو غابي فانهم ان اصحاب المختصرات مختصرات كاصحابته نقلوا فيها waxay ku soo guuriyeen kitabaha muqtasaraadka alfaadda oo ma sayxaynku alfaadoodi min qayri siyaada wala taghyir ma walla ogolaba kuwa sanadka umbaad ka soo tagi karta laakiin lafdiga meesha ku yaalo bukhari ku yaalo ama muslim ku yaalo in wax laga bedelo lama ogola saa marka haday dhacdo waxa adiga ku banaan inaad yani xadiidka ku yaalo tajriidka inaad tiraahdo xadiidkaani huwa hakada fil bukhari bukhari uu sidaan ugu yaala ama yani waxa waay waa muslim buu sidaan ugu yaala إن لا يراهذا أي بنان فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك للصحيح إن أذنس بيدد ولو بلفد أو نسبيدد وكذا الجمع بين الصحيحين وألمد العبد الحق أما الجمع لأبي عبد الله الحميد الأندلس ففيه سيادات ألفاظ وتطيمات على الصحيحين بلا تمييز كامر كساس ونغنية كتابها قاب كاس الله تلقى لي وللكتب المخرجة عليهما فائدة تاني شيخ وحولي وللكتب كتبته وحا أسغناته كتبته أسوى المخرجة ألا صو ساري عليهما على السيحين السيحين كاللغوس وضل ساري فائدة تاني لبا فائدة أيا أسغنادين لبا فائدة أيا لغهلا لبدا هذا مثنك أنتو كشيغ أيا لبدا لكن وأركض دوناه إلى سديد ميلها أي فوائد غاريا مركا كتبته أس مخرجة دا علاد الله سمعي برامج كان أو استخراج الله سمعي أي أساس على الربا فوائد أساس على الربا إن لجاره فوائد أساس أي على الربا إن لجاره مركب وحير وللكتب كتب تأسوا المخرجة على صوص ساري عليهما على سيحين الغص وضل ساري فائدة تاني بأصو نادين لبدا فائدة مركب وأقوانا إحداهما لبدا فائدة مدود علو الإسنادي سند كعالي نمدي سوي فإذا ينك الله سما يو حكم علو الإسناد وشيء يعني مركو أنت بخاري أي ما هذا السند كأو إسكندر فمثنى كليه صاغ هذا نيو السند لنفسي وكو ورنا يو ضنت يقول الجدة اللي ليها وحكم إذا السند كأنه عالي نقضه ومثلا مركي إنك يعني بخاري وسند حديث ككوريو وحلقي أبا إنه السند كدارانا يو نازل ومعناها نازل نقضه يو حديقه أنت كل أحد أسانيد لنفسي وكو ورينا إنه مركع عالي النغانة وكل ما قلت رجاله على وديده ذاك الذي قد نزل واتان سامرني هو يرانا يا علو قاسل الرادين يا مركع علو الإسناد كم إذا لأن مصنف المستخرج مستخرج كتابك مستخرج كمصنف قيسه لو روى حديثا مثلا وحليه من طريق البخاري هدو مثلا كوري لوقع ودعي لها أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج أصوى كالنازل سن أو كالدير وسسنة دير بودعي لها مثاله حليه أن أبا النعيم أبا النعيم شيخ أبو النعيم الإسبهاني لو روى حديثا هدوري عن عبد الرزاق من طريق البخاري
أو مسلم بو كورنا يا لم يصل إليه إلا بأربعة أبو نعيم وحوي بخاري أما مسلم وحكو جار يا أفر نين كيركم جاري كرو يعني حديث الضبع لوسى ما يسيد أسأل السوق هذا. وإذا رواه عن الضبراني عن الدبري بفتح الموحدة عنه وصل باثنين مركا أنا لبه جارا. وكذا لو روى حديثا في مسند ضيالسي من طريق مسلم كان بينه وبينه أربعة شيخان بينه وبين مسلم يو مسلم وشيخ انت سأقر ليدا. وإذا رواه عن ابن فارس دو كوري عن يونس بن حبيب عنه وصل باثنين مركا ساسو كلا علوه الإسناد كابا للرادين إياه. والأخرى فإذا ذكرنا وحي نغنى إذا سيادة الصحيح صحيح سيادة دي سيادة نغنى إذا حقا عبارة عن قلبي باكسو غنبا اللي روح الوحى الروح الله وطا يعني وحو صحة يعني وحو زيادة ساس الله وطا وصحة الزيادة سيادة واللفظ يعني أوليمد يعني شيقا واتيلي الألفاظ إن إسقوا فغان شرط ماهن وحيابها أو سيادية أو ألفاظ ألفاظ داس أيضنا وحي نغنى إذا صحيح بين نغنى إذا أيضنا وزيادة الصحة سداس إنه يراد وصحة السيادة إنه يراد أساس حوقا في عنان له سيادة أرد على كتابك أنضم به أيضا صحيح بين قنا إذا فإن تلك السيادات سيادات كصحيحة وهي لكونها لأجل كونها أين صحيحة ونقنا إذا بإسنادهما صحيحين كسند كودي أي قصة عدانا وقصة دعيا سدا أيون نقنا يا مركا marka musannif wuxuu leeyahay tatimadaas dambe wuxuu ka leeyahay labada faa'iido hada sheegay lam yidkuril musannif tabaan ibn salah lil mustakhraj siwa hatayn al fa'idatayn wa baqiya lahu fawaid ukhra fa'idoyin kala jiraan minha waxa kamida al quwwatu bi kathrati duruq fa'idada saddexaad oo laga helayo waxa kamida al quwwatu bi kathrati duruq hadithku waa xoogaysanaya wuxuu noqona hadith qawi wuxuu ku xoogaysanaya bi kathrati duruq wuxuu noqonayaa sanad soo dheeraad ah la siyaado noqdo noqonayaa dariiqii horo awl uu ku socday ma aha duruq kale ayaa siyaadeeda li tarjihi inda mu'arada markaas waxa iimaaneeyay hadhow mu'arada haday timaado waxa laga rajaxayaa xadiidka duruqdiisu ay ka yartahay midkan dakarahu ibn salah wa lay fi muqaddamati sharh muslim wadalika bi an yadhamma al mustaghrij shakhsan aqara fa akthar ma alladhi hadatha musannif sahih mithlan rakal ku soo daraya bi an yadhamma al mustaghrij شيخ مستخرج كاها وحو أقين يا شخصا آقرة راوك لأنبا الله وطافا أكثر مع الذي حدث ما مصنف صحيح عنه وربما ساق له طريقا أخر وحيابها صديعك ضرقا أخر إلى السحابي بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوانة فإذا دا أفراد وحي نقن إذا ومنها أن يكون مصنف صحيح صحيح الشيخ صنفا وحو نقن يا روى عمن اختلط رواد waxaa jirta la yiraahdo muqtaladiin la yiraahdo oo sheeqaan xilliga aakhiru macnaha 7kiisi ayaa waxaa dhacda midalan in ama xanuun uu ku dhaco ama waxyaabo uu ka naxo ay dhacaan ama kutubtiyo kale waxyaabo noocaas ay ka guuto oo ikhtilaad sameeyo sheeqi waa isku dardarsan maya sheeqi dhamaay wax laga wari jiray way jiraan culimo badan oo muqtaladiin la yiraahdo muqtaladiin la yiraahdo jiraan marka ninkaan muqtalidka qaab loola tacaamulo leeyahay ilaa qofkaani moogtahay markuu muqtalid noqdo wixii dabdigi u hayo waa ka dhumaya dabdigi waa ka dhumaya talqiin wax la yiraahdo aqbalaya oo yaani waxa waa la yiraahdo sheekh xadiiskaas oo aduu ma aado warin haa inuu iska yiraahdo ama la yiraahdo waxa waa waxyaabo dadka oo laga yaabo dadka qaar kood inay geliyaan markan daawigan muqtalidka waxa loo kala fiiriyaa ruwaadiisa loo kala fiiriyaa ama sabanka markii nin raawi ah muqtalid xadiis laga warinayo waxa la fiirinayaa culimada wax ka wariyeen waxa loo kala qaadaya ma qabla al-ikhtilaad culimada wax ka wariyeen هي ما بعد الاختلاط هي اللوضة بعلم وحكا ورجرين وحال أقبلها كليا ما قبل الاختلاط وحي وحكا وريين أما بعد الاختلاط علم هذا كليا كو قيبسان أما اللوضة با لأنك السوعي وهي حديثة وريين وحبال لغا مقاطو وعلا اسكاد عافية محايلة لما أقا حديث كان إنه صحيح إنه صنصحة هين مركب بعد الأحيان وحا دعا إذا أن يكون مصنف صحيح روى عمن اختلط حديث كيسا وحا كجر راوي مختلطة ولم يبين من أونن عدين هل سماع ذلك الحديث في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده مكل عدين فيبينه المستخرج أي عدين وحكو عدين إما تصريحا ستو سوى باريا وحليا حديث كان شيخ وحا لقوري قبل الاختلاط ساسولية أما وحو سمين أو بأن يرويه عنه من طريق من لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط أما وحو كورنا يا الرأوي اللي قوي قانو مشهور كؤه
إنه صنب شيقا وحبك دقيسين إلا قبل الاختلاط معهن ومنها وحا كم إذا مرك فائدة داسا كم إذا أو أفراد ومنها وحا كم إذا فوائدي أن يروي في الصحيح عن مدلس صاحب صحيح مصنف صحيح يا وحو ورنا يا كتاب كي معناه صحيح وحو كورنا شيخ مدلس بل عن عنا ولبا عن عنا وورنا يا عن عنا المدلس نوح أبا هم تهاي إن لا عدايو سماع إن لها وإن سماع لها أو اتصال كو عدادو بعد ذلك وحا كلا شرط يا هذا البخاري شرط كي سياد دي لغو صعدة إن اللغة دعا اللي إسلاق المين راوغان معان عن كاي عدو وحكو ورنا يا مسلمنا معاصر وأسو شردنا يا ما هذا إذا مرك فيرويه المستخرج وورنا يا بالتصريح بالسماع سوى سماع عضينا يا حدثنا سوى لها يا أما أخبرنا أما سمعت لها يا ماشو أول عن لها يا أيوك عضينا يا ساسا اللي فهم يا مرك فهاتان جليتان ولا بفا إذا آدي آدي واوين وحلم دبو له فائدة اللي حد ومنها أن يروي عن مبهم وحدع كرت الرأوغ صحيح كويا لا إنه مبهم يهي أو صاحب صحيح الرأوغ مبهم وكوريو كحدثنا فلان أو رجل فلان بأن واحد ذي ذقري أو رجل لما يقان وقت إنك أنا عدالة دي سال بارا للروا مركو وإن مجي عيسى توص العدايو هدي مرك الرجل اللي يسكير أما فلان وحن نقنا إبهام كجرا أو فلان وغيره أو غير واحد وكا وكو أرك إذا كتابها قاركود فيعينه المستخرج مستخرج كعدين فلان كي يحول هبل هبل بالولا جيدا وأرن مرك فائدة نقنا إيسا ومنها أن يروي عن مهمل مهمل هي مبهم والله بشه اسكا دواي مرنا مهمل هي مهمل كواح وقا اسكا دويهين مهمل كما حال إرادة ومبهم كما حال إرادة من لم يسمى باسمه الصريح باسمه الخاص وقفك أن لما قعابين لقو ما بشيقين بما قعيسي خاصة هاي وحا لقا عبر ما قعامه سيد الرجل أوكال أي امرأة أي ابن عم إيو وحيا بها نوع عاسو كلا مركي لقا عبره مهمل كان وحال إرادة ما قعيسة والا شيقة لكن وحال لقا سوعوا يضد ما قعلوا داقان محمد ابن هبل ابن فلان اللي سدح دي مقع الله سيقى ركلوا لو داقان اللي هلية وحلا قصوا عن الله ما هي كاسوا كلانا مهملا اللي يرادا مقعي واشيقين يهي لكن ضد لو داقو لي مركة وحليه ومنها وحا كمدة أن يروي عن مهمل كحديث كمحمد من غير بيان ما يميسه أيضا وليب الله عضين عن غيره من المحمدين ويكون في مشايخ من رواه كذلك من يشاركه في الاسم فيميسه المستخرج فوائد داسا مركا آدك آدك أوتي رضا بضان أيال لقهيل أيال وحيا بها الله سمعين أيال بواي وحيا بها الله سمعين أيال أيال وحا أواوين فوائد النوع عاسا إن لها له الرابع من أيال كتابها المستخرجات كاليرا وكتابا نوع قوني أو كتبها محديثين تكم دواي الرابعة المسألة مسألة داسا الرابعة أفراد هذا محلها ما روياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته ما حديثك ما قاس الرواية أي وريين مسلم يا بخاري بالإسناد إسنادنا أي كوريين إسناد قاس المتصل يا متصل كهاي فهو ما قاس المحكوم كلا حكمنا يوي بصحته صحته كلا حكمنا يوي يعني وحو كهذا يا مسألة داني وأي كهذا لا يستوحى حديثك كتابك أنا وصحيح صحيح البخاري بالله صحيح مسلم وصحابة حديثك وحا صحيح نغنية وحا صحيح نغنية وحا كلام مركه وحوليا ما حديث كي روايا اي وريين هما قبا بالاسناد اي كو وريين اسناد كاسو المتصل اي متصل كاي فهو ما قاسي المحكوم كالله حكمنا يوي بصحتي كاوي مدك لليه صحيح واي حديث كبخاري مسلم كويا لو صحيح مدك لليه كابا لولا جيدا محبة يا مركة حديث كويا لو اما منقدعة اما معضل كأه اما معلقة اما مرسل كأه يعني أنواع الانقطاع وهي كجيران بعض الأحيان الله أركيا وحاك الله بعه يعني تراجمته وترجمته قريا علمته وحاك الله قريا أقواشه يعني أم بسند الله هنا أما قول صحابية أما قول تابعية أما وحاك الله بعه استنباطات كفقهية ذا وكتابه كبوها وح صدنا وح واي معناها معهن وح للي ومحكوم بصحته معه كم الجيران وحاي الأول جيدة ذا دم بوح للي وحديث كان سند كلام بالله وتعوي سند كي سنة شروط اللي جه عليه أما أنت كلوحي كلمديين كتبها كلاي كلمديين وأما ما حذف من مبتدي إسناده واحد أو أكثر فما كان منه بصيغة الجسم كقال وفعل وأمر وروى وذكر فلان فهو حكم بصحته عن المضاف إليه وحاجر تمركا
أنواع الصقدق ويبدئهن سند كان وحال متصل وينوي متصل كوحة كبحة ويبدئهن سيدا مرسل كا كبحة معضل كا كبحة منقطع كبحة معلق كبحة وحا كلو كبحة إرسال كقفقة أما قفها النقض أما ظاهر النقض وحيا بها صنم ويكبحيان معضل كأي انقطاع مرسل وحي كلمة دين علماء كله مسألة وحاجر تمرك أود ويهن صحيحين كو كتبها كله وحاجر توا تعليق حديث كمعلقة أو صحيحين كوية ألا هي حديث كمعلقة أو كوية ألا كتابها كله ويكلا بدلينهن مسألة ده سمرك كهذا ليا معلقة مرك بخاري مسلم كوية ألا حديث معلقة هو معلقة وحال إلى ما حدث في أول إسناده حديث كسند كيسة غيبت أقوه الرئيس وغيبت الرئيس صحيح كتاب حال إلى أول الإسناد شيقا قيئيو شيقي كوحي قيئيو وحبات كبود مركز هذا وحمال لها كقبط أما هو محسن ده ما بقى أدسة من إن قال رسول الله إسكتير هذا قال رسول الله قفك إسكتير هذا كذا وكذا حديث كحقا هان مركي الله فيري ومعلق حديث كاس محايا لسو أول السنة ده رمان مغان أول السنة كأما آخر حتى هقدر سنة هذا السنة كده ما هل واي أما هل حبب الله كدي أول السنة دي وحكجو أي حديث كمعلق على إرادة كتابها كالمركة دو حديث كمعلق يهاي حديث كاس من أقسام الضعيف وكميديا أو أحسن ده عن الله صمينين قال رسول الله إن ترى حديث أو مركا يعني وحوى أدو هذا المركا الرواية هنك ودين أما احتجاج كود أما عم الفلأ كودين أيضا والنوع ما أنت أنتهى ماشي أكسر قاد قال رسول الله كذا وكذا حديث كان أم بيأخذ ضوء إذا لكن مركي يعني حديث كان سند الجوهر إنه السند كان أول سند الجوانية معلقة ليرة كتبها كلها الدو كوي على من أقسام الضعيف وكميديا مركا لكن هدي كوي على صحيحين ك ولا كلا قاضي يا حوجا وحاله وكده ويهبا له معلقات كعام كأكو مجرو محايا للسياحين كأيكم وقتها ورجودا لقها يا هو يراين حد كتاب كان لقوم قرية إلا حديث صحيح ما هنروح كلا لقوم قريه تاب ومرك كهذا لا يحرو أما ما حديث كي حديث اللجوي من مبتدي إسنادي إسناد كيس بالله وكيس اللجوي وأنا هدي حديث إسكال علي واقع في مسلم أو في البخاري بسبة الله وتمعير ابن حزيس وحان لك هذا لا يبقى يكا أم بيها هايين وحان لك جرى حديث كان من مبتدي إسنادي وحان لك جرى واحد هل رأوي أو مسا أكثر وحكا بضان أما هل رأوي وحكا بضان لك جرى حديث كان نوع عاصة كلا وهو المعلق أيها أسكالية معلق عاصة أنا ليرا مقع عاصة معلق أهل ليرا ما حدف من مبتدي إسنادي واحد أو أكثر وهو في البخاري كثير جدا مخارجنا آد وقب بدي هبا لكما تقدم عدده ومعلقات كبخاري هران بوصام رشرا عن بوصام رنك وفي مسلم في موضع واحد في تيمم مسلم كوحي وقيا لأبا الحديث كمعلق هاي هل بوص ومعنى باب تيمم حيث قال وروى الليث بن سعد فذكر حديث أبي الجهم بن حارث بن سمة ووحوا هاي أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر الجمل حديث كان مركب وحوى إن أصور نبي حقا كيم فلقيه الرجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام نبي أصور حقا كيم إذن ما ننبع لكه الموكهور يمد ننكي واسلام النبي نبي مركب بكر الدين سلانتي عليه الصلاة والسلام حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه نبي الجدار بو قابل بها ليري ماشي ومركب كبار يستيق مركب ننكي وسلامتي كر الدين النبي عليه الصلاة والسلام كبعدنا وحوى روحان حوى كهاني أنا أنتهى رقب إن إلهي حصه ساسو حديثك آه حديثك أمرك هو معلق وروى الليث بن سعد وكب الله الحديث وفيه أيضا موضعان لو موضعك لنا ويكجرا في الحدود والبيوع رواهما بالتعليق عن ليث بعد الرواية بالاتصال اتصال كسو وريي بعد ذلك مركا هدنا يكون معلقا كياني وفيه بعد ذلك 14 موضعا كل حديث منها رواه متصلا ثم عقبه بقوله ورواه فلان وأكثر ما في مرك أذوح أقع هذا واحد النقانة الحامي ودا يعني هدي الله يسكت درا إني النقانة إذا واحد أوش هاي هل موضع طيمهم كجرة يعني وفيه أيضا موضع عن اللي بدأ موضع وفيه بعد ذلك 14 موضعا ما يقيس كون نقانة يعني طواني تدوس ما أقع مرك هدي الله حسريه وحيلين علماء قاركوا كتابك قرينه أفرج طبعا والله شيء بعض العلماء وحيلين والله بيجي طبعا النقانة يعني مواضيع اللي هو أركي مسلم وحاب كقر الشيخ اللي يراده وحاب أبو علي الغساني الجياني كتاب اللي يراد تقييد المهمل وكقري مركا أفر يطبان واي ويشيغين بعض العلماء وحيلين ما يأفر يطبان كان مواضيع صلى الله عليه وسلم اللي تريي ما هن اللبي يطبان بين نقانيان
adoo waayarihiin muslimka inta ku taalla mucallaq ku yaalla waxaa badan bukhaari marka wa akharu ma fi al-bukhari min dalika mawsulun fi mawdi'in akhara min kitabi bukhari aad ugu badan yahay laakiin waxa caada oo xadiiskan mucallaq ahaan u warina meel kale bukhari ka mid uu wuxuu ku yaalla asagoo mutasil ah oo sanadkiisa toos u xariiro laakiin cilooyin oo waxa jirta oo meeshan uu macnaa tacliiqinayo وإنما أورده معلقا اختصارا ومجانبة للتكرار وإنه وحصوه قابي وربا تكرار كان وكاد يراده والذي لم يوصله في موضع آخر 160 حديثا هذه البارة فحص الوسمي حديثة ومعلق أوري أو سنة اتصال وملك لأونكورين أيضا متصلة وحي النقان إذا وابغل يلحظا حديثا وصلها شيخ الإسلام في تأليف لذيف سماه توفيق حافظ ابن حجر وأسقلاني كتابك قري وله في جميع تعليق والمبايعات والموقوفة والمتابعات ساسا لغير ماشا أنو كدقو والمبايعات كأوليه والمتابعات لغيرها مبايعات ماشا متعلق إيا والموقوفات كتاب جليل بالأسانيد سماه تغليق التعليق أيكم مقعاب واقتصره بلا أسانيد في آخر سماه التشويق إلى وصل المبهم من التعليق أحاديث مركا نوع عاسا وبخاري يمسلم دحتا الله حكم كيدو سيدانو نقنيا فما كان منه بصيغة الجسم كقال وفعل وأمر وروى وذكر فلان فهو حكم بصيحته فما حديثك مركا كان هذا منه من المعلق معلق أنا حاله كم ديا بصيغة الجسم كسقنا هذا وحديث كان معلق واي بخاري كويا لا مسلم كويا لا وحان اللغور يا صيغة الجسم قاب كألفاد وحلغورنا يا علماء وحكوريا صيغة ayaa waxaa loo kala qaadaa mar jismi ah loo kala qaadaa marna waxa jiraan siiqatu tamriid siiqa waa siiqatu sineeda warkaani xogaa inuu war weyn yahay oo go'an yahay marna waa siiqa xogaa jilicatu sineeda waa loogu tala galay in lagu wax lagu kala fahmaba siiqatu jismi ga marka maxaa kamid ka qaala kamid sida hadda miisaalkan arkayno kale macnaa waxa waa miisaalka rawaa ku jirta rawaad waa dambaydaan إيه وفعل قال فلان كذا وكذا أيوليه فلان كأوليه أساس يرينه لما كل من الشيخ وسكيل عليه وفعل الشيخ فلان وحسمي كذا وكذا من الله كل من معلق واي وأمر كذا وكذا وروى الليث بن سعد انتيوك الواي الليث بن سعد يعني مسلمنا وحباء أولي حياء سكيل عليه معناه مصم أيان معناه مباشرة وحسنة مقادان وذكر فلان الفاضة النوع عاصوك لها وحال إرادة صيغة الجزم يا الإرادة فهو مركا ما قاسي فهو حكم بصحته فهو أي في الرواية فالرواية حديثك إن لوري بصيغة الجسم صيغة الجسم قال لوري وحكم وي الله ساري بصحته صحة الحديث حديثك صحتي سنة الله حكميه عن المضاف إليه متك لو تيرنا يا راوي لو تيرنا يا أوركي سلك شيغينا إنه كأن صحيح حديثك صحيح لحكمية نغنى إذا بالي وكا فهو مركا في الرواية بصيغة الاسم حكم وبصيغة صحة الحديث الحكمية عن المضاف إليه مثل لو تيرنا يا حقي سنة وكأن صحي وشيخ أنا منك أولي هاي قال الشيخ فلان كذا وكذا وأنا لكل منن أدي بوقت واحد اللي هو أقول يا شيخ أنا لكل أنت أنا دو حكي وريدي ساسيري وعليه كرتا متصل ونقنا شيخ يجي وحاس السمية وأران كرتا شيخ وحاس وري لكن وحي كسر رأيه شيخ هبل وحي سيجير أو أدو وحبه كورين لغو ما أقلا مركا وحي النقانا إذا وحي النقانا إذا احسحال لحكمنا يا هدو سيدان كوريو لأنه لا يستجيس أن يجسم بذلك إنو جسميو ومبنى سنة عنه عن المضاف إليه إنو كجسميو إلا وقد سحى عنده عنه عن المضاف إليه ساسو النقانا يا ساسي مركا النقانا إذا لكن لا يحكم بصحة الحديث مطلقا بل يتوقف عن النظر في من أبرز من الرجال وذلك أقسامه ilay marka ay saaso sameeynaa jirta culimadu way sameeynaan ka marka saasa la yiriyo siiqatul jism mar hadii ku wariyaan saxaynku waa la qaadanaya waana sahih baa la oranaya wama laysa fihi jismun ka yurwa wa yudhkaru wa yuhka wa yuqalu wa ruwiya wa dhukira wa hukiya an fulanin kada falaysa fihi hukmun bi sihhati an al mudaf ilayhi wama marka hadithki fihi fi siiqati hadithka siiqadiisa waxa weey jismun laysa fihi fi siiqati siiqadiisa jismun una ku sugnayn xadiidkan siiqada lagu wariyay jismi kuma sugno waana mucallaq iska ilaali oo bukhaarigu ku yaala waxaan mucallaqayn laga ma hadlaa ilaa moogtaan maxaa kamida marka wadaaleeka yurwa oo kale yurwa can fulaanin baale hebel waxaasa laga warinayaa wayudkaru can fulaanin kada wa kada
ويحكى وحى لك الشيء يا كذا وكذا، ويقال وحى لي كذا وكذا، وروي وذكر اكل وحى صورا وحكي حكي دي عن فلان وحى لك الشيء كذا وحيابان عن فلان كذا داسي انت بضم ويقوى التعلق اذا يروى عن فلان كذا وك يذكر عن فلان كذا يحكى عن فلان كذا يقال عن فلان كذا وروي وذكر وحكي عن فلان الشيخ فلان وحى لك الشيء كذا وكذا شيخ اسئولي هي وحاس لغا وريانا شيخي سي ما اهن وا معلق حديثكو سدا سو كلا marka haday dhacdo siiqooyinkan ayaa waxaa la yiraahdaa siiqatu tamrida la yiraahdaa xogaan warka markay la bushin rabo oo xogaa warkaasi inuu san jilacsanayn ayaa lagu wariyaa warka sanad culus aan lahayn sida lagu wariyaa sida waxyaabaha mudaakarada culimada looga soo qaado kale waxaa jirta sheekh mar inta dil loo tago kale marka uu ama iska wacdiyo dadko kale ma taqaana حديث اللي سود دياري يا كتاب اللي سود دياري وح مدن أين أنا هين وحال إلى باب المذاكرة اللي يراه ذا باب المذاكرة ذا اسمه كل يوم وري كرسيد اللي وري أحاديث تكلا اللي سود دياري شيخ ما أنت وحير قال الشيخ كذا وكذا أما يعني وح هو الشيخ حديث كاسو ما أنت صاص بحث لما أرن كره وإلى الشيخ حاجة وانوش كي شيخ وح هو واحد كايو حاجة وحبي كعبران علم ذو معايا لو واحد وحلا سود دياري ما أهم بيلين وحدة كرت إنه شيخ إسكت شيء وحدة كرت حديث صحيح باب فضائل الأعمال الله يسق عمل إنه إسكت وريا دع كرت وهي أبان مركز ساس الله وطلق عليه مركز وحد جل عسني هنا اللي وريا ساس مركز وحولي هدي أي تهاي فليس فيه حكم بصحة مركز فليس فيه حديث ك حكم حكمكم الصون عن بصحة صحة سلا حكمية عن المضاف إليه شيخ حقي سلو تيرنا يا حقي سنة وكان صحيح marka wax xuguna oo si xadiis la xugminaya haba yaraatay kuma jirta buuleya maxay yeelay cibaaradkan oo kala qaalibnu salaax wuxuu yiri laana mithl hadhihi cibaarad cibaaradkan oo kala tustamalo waxa loo isticmaalaa fil hadith dha'if loo isticmaalaa aidan fa ashara bi qawli aidan ila annahu rubbama yuradu dhalika fima yuradu dhalika fima huwa sahih imma li kawni rawahu bil ma'na ka qawli fi dhib wa yudhkaru an ibn abbas an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ruqa bi fatihati al-kitab فإنه أسنده في موضع أقرب بلفظ أن نفر من الصحابة مروا بحي فيه لديغ فذكر الحديث في رؤيتهم للرجل بفاتحة الكتاب وفيه إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله معلق كوري ومع ذلك البخاري وحكي على أصوى موصولة أحاديث النوع أصوى كلام مركا عبارو إن كان وحلو أدك سدى حديث كالضعيف كان وحلو أدك سدى حديث ضعيف هدى ورينيد وحان لا أقول إن صيغة الجسم إن أكون ردة لقى ما أقوله وما أرنك ارتدي يعني قال رسول الله كذا وكذا أما فعل رسول الله كذا وكذا هذا كل حديث كأنه ضعيف يا محاسة مينة وإن ترى هذه يعني وحى بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا أما روي عن النبي نبي وحى اللي قوري عليه الصلاة كذا ساس على الرب ما هني سي جسمي حديث كأنه ضعف كوك إن هذا النبي وتي ردة لما أقوله عليه الصلاة والسلام مش دلاحة ساسة من صحيح أنا ولو وركرا إصدلاح النوع آ مرجع حديث كاس وحال النوع عس لو وري هذا نوع معلقة آ لو عيل له أسود درس أسوى معلقة يا أسوى صيغة وتمريض لقى عبري كان مرجع وحولي ليس فيه حكم بصحة عن المضاف إليه لكن أيضا صاص هذا نوع ليس بواه لإدقاله في الكتاب الموصوم بصحيح وليس هو حديث كاس ما هان بواه مد ضعيف آد ضعيف واه مد دعسنه يعني واهق وحال إرادة ضعيف جدا لوطا يعني بواه أي ساقط جدا مد أرد عصان أولي تماهان وحيال الإدقال لأجل إدقال أيو صنوها ضعيف سائدة في الكتاب كتابك أوقلي كتابك أسوء الموصوم العلامي بصحيح لو علامي ومع ذلك هو ضعيف سائدة لما أرناي وحيال حديث كنوع عاسي وحو لحيا الله كتاب مركي هرب الشيخ أن أوشر دي وحان صحيح هنا لو قرين صاب وهاي وعبارة ابن صلاح ومع ذلك فإراده له في أثناء صحيح مشعر وحد درنسين يا بصحة أصل إشعار يؤنس به لو هشد ويركن إليه لا يحضه قلت ولهذا رددت وحان رديه إلي عن ابن على ابن الجوسي ابن الجوسي وأبو الفرج ابن الجوسي حيث أورد في الموضوعات حديث ابن عباس مرفوعا إذا أتى أحد كتاب وحو قري شيخا ليرى ابن الجوسي ليرى الموضوعات موضوعات كاس مرك وحو كو اروري احاديث موضوع النبي لو بان ابورت عليه الصلاه والسلام خوغا مرك شيخ وها لير وا لا دهراتي احاديث بدن صحيحه اي خوغا احاديث حسنه اي كو ضعيف اسك عاد وحو كو دربا لمر
وحبوح عراق الضرة وينوي ما عنده انتابة كتابه وكل ما داوي وأكثر الجميع فيه إذ خرج لمطلق ضعف عنا أبا الفرج ساسا أو تجد أن معنى ألفية العراقي وحوغا وبدي يبال بدنتي مركا كان كمدة وحولية سيوده وقلت ولهذا رددت وحان ردي على ابن الجوسي وحان كل ردي حيث أورد في الموضوعات حديث ابن عباس مرفوعا إذا أتى أحدكم إذا أتي أحدكم مدكين هدي الله يدينك الولي ما بهدية قف هدي هدي الله بكره فجلساؤه شركاؤه فيها هدية ونك ردك الله فدي ولي هنا ليدي وحواي يعني وحواي هدي هدي أسأل الله كهنا وحلو هدية للهان تاس وحي النقانة إذا حوغا ساسف يعني نكون ردك اللجة وحكا بحي أول بهدية هاي الموقتة وحولي أورده من طريقين عنه وحقلي موضوعاتك ومن طريق عن عائشة ولم يصب من أصيب شيخه فإن البخاري أورده في الصحيح فقال وحير ويذكر عن ابن عباس ويذكر عن ابن عباس المركع محل وحكمي حديث كان هدويا معلق صحيحين كويا له صيغة تمريض الوريو إنه هذا ضعيف هذا إسكاء هذا لكن ليس واهم بجدا سماها موضوع هدي لي رواية كورنا وكسي ضرانا يا موضوع لم يجلك الحديث كنوع عاس موضوع لم يجلك رو وله شاهد آخر من طريق الحسن بن علي بولي روياه رويناه في فوائد أبي بكر الشافعي وقد بينت ذلك في مقتصر الموضوعات ثم في كتاب الغول الحسن في الدب عن السنن مثلا كتاب الإرساس وغرى شيخ مركز سابع النغانة إذا تحو مركز واحد النغانة إذا فإذا دا وحولي قال ابن الصلاح با وحول إذا تقرر حكم التعاليق تقاليق دحونك وده الدوس نادى المذكورة أو تمسيحين كالغشاقي فقول البخاري ما أدقلت في كتابي إلا ما صح فقول البخاري بخاري قول كيسوي ما أدقلت ما أنقر في كتابي إلا ما صح إيه وقول الحافظ أبي نصر السجسي شيخ أسا وحي ربا لأجمع الفقهاء فقهاء وحيكو إجمع إيه وغيرهم أن الرجل أن لو حلف هدور أرطى بالدلاغ هدوك دارته أن جميع البخاري صحيح نمبا وحير كتابك بخاري اللي يراهده وحكوية الله دان كل هديسا وده صحيح عين أكتو وغفر انتهابه معناها هو أساس هلك هو ذا أن الرجل لو حلف بالدلاغ أن جميع البخاري صحيح قاله رسول الله ولي رسول كن إنه يري هديسا ورقو ساس أهين وإبر بن أكتو وغفر انتهى لا شك فيه بولي مركة لم يحنث ننكاسي مدى بابي ناكتو كما فرما ذلك ساسي حكمي العلماء قهركو ذلك نقول أدوية هذا دي حديث البخاري كنت على كل جد أين وضع صحيح عين أو النبي وليبا دهيمبا وأقفر أنت نينك هذا ساس يرى هذا وحيلين لم يحنث لم يحنث من حالة مدى بابا نينك أسي وحبك مفر ما ينوي وحا محمول وركاسي على مقاصد الكتاب وموضوعي وركاساس الله وطا ما هنا هذا صامر الموقتا ما روياه بالإسناد المتصل فهو مع فهو المحكوم بصحة سماهين كاس أم باللولجية ما هن وحن كلا لقى موته يو متون الأبواب المسندة دون التراجم ونحوها وسيأتي في المسألة مسيد كلام قريبا باب المعلق باب ليراها بنو إمام دانا باب كاس حقا وهذا الدانا الخامسة المسألة الخامسة إيشن هذا محلها الصحيح أقسام أعلاها متفق عليه البخاري ومسلم ثم من فرد به البخاري ثم مسلم ثم على شرطهما الصحيح حديثك صحيحة أقسام وي مسألة نروح أقول هذا ليا حديثك أصوى صحيحة ومقع السحادة أكوة الجرؤ ولبا معمول به وضع أيا وحا دعي كرتين وحدنا أقسام كلياشه وأقسام درجات كلا صرية إنو ليه هاي مركة وحولية الصحيح حديثك صحيحة أقسام وي أقسام متفاوتة بحسب تمكنه من شروط الصحة وعدمه أقسام وليه متفاوضة أو كلا تقسن وكلا درجة سرعيدو النقنا وحانا كينا إذا إنو أقسام نقضة أو كلا درجة سرعيدو بحسب تمكنه من شروط الصحة وعدمه تمكن كان مركي الله في ريو أي مركي يعني وحاو شروط الصحة دي إنو ما كان صديق إن لقوة أيو إلا ما وقتا شروط الصحة أيضو حديث كان لقوة ده هلي أيام مدنوح وما كان صنع أعلى شروط أعلى صفات مثلا ضبطي عدالتي وحيوان نوع عاصر قالوا أعلى كجوغة مذنا وحوي عليك مجوج لكن وحوي باسم ضبدي باسم العدالة أمبو هايستا ساسو كاليوكو لا تكسناني مركة وحولي أعلاها أعلى الأقسام أقسامتا كأغص الرئيدا وحوي ما حديث وما قاسو اتفق عليه ما قاب البخاري وبخاري ومسلم يسو اتفاقين وحاكو اتفاقي مسلم يا بخاري أيا صوو دستارينا لقوضا
labada kitaabba waa ku yaalaa, Bukhaarina waa ku yaalaa, Muslimina waa ku yaalaa, kaasa ugu sarreeya bay leeyihiin. ثم ما باكو حق اما يعني داد كالها اللو داقين اما يلو داقين سيدا هادا اوو تو كتاب كاني ايا كتابها كلابا مصدلحة اوبا دي انساسا الله وطا علماء دا قاركودنا وحاي قبا ان ركال اللو داقانا شرد اه وارك دونا كاسا اوو الرأي ثم ما با هادانا كو حق قيبتا اللو دوحو نقونا ثم ما حديث وي انفرد به ما قبا البخاري او لك لنقضي وحديث بخاري او لك لنقضي يعني مسلم كايو كالك لنقضي اللو رجي دا وكا ووجه تأخره عما اتفق عليه اختلاف العلماء أيهما أرجح واتن سمريني ثم مسلم ثم ما باكوحك انفرد به مسلم مسلم أولك للنقضي ثم مسلم ثم ما باكوحك انفرد به ما قال مسلم أولك للنقضي حديث كمسلم كلي أورنا البخاري ونلورنين ثم على شرطهما ثم على شرطهما ثم صحيح أيا كوحك حديث صحيحة صحيح عصو على شرطهما أما واحد لا ثم حديث باكوحك حديث كاسو على شر ديما وعن بعض سوى قدرين ثم صحيح حديث صحيح باكوحك حديث كاسو على شر ديما شر دي البخاري ومسلم كسعدا لكن هي كسعدا ولم يخرجه واحد منهما لبدو دميد كميدي هنا مصر صارين بخاري نمو ورنين مسلم نمو ورنين لكن وحو كسعدا شر دي قودي شر دي البخاري ومسلم حلو لجيدا ايضا مسألة قونية واي ونو ايمان دونتوا كهذا للدوناتا marka waxa ku xiga hadiiska oo ku socda ala shart al-bukhari wa muslim macna laga wada ya wuxuu noqona markaas laakiin ayna soo saarin saas uu noqonaya thumma ala shart al-bukhari thumma sahihun ba ku xiga sahihasu ala shart al-bukhari bukhari shartigiisa ku sugan oo waxa loo wata waxa weey hadiis sahiha oo wuxuu ku jira ala shart al-bukhari faqad sahihu muslim marka lama wadaago thumma muslimun ثم صحيح باكو حقا مركا كبعي هدنا صحيح عصو على شرد مسلم كسقنا هذي وهو صحيح على شرد مسلم ثم صحيح عند غيرهما ثم صحيح باكو حقا حديث صحيح عند غيرهما لبدان شيء غير كود اكتو دنا صحيح كوا وعلبك لا صحيح يا إلينا اللي ولجي حديث كان هو صحيح ولا تسيحي هل تسيحي وحا تسيحي بخاري مسلم علماءنا هين ومعتمدين لبدا كتابنا كمية له وحوى شرد البخاري ومسلم لكم الصعوده وحي اقيبين علماء تدوضا قيبود اقيبين لمرك تدوضا قيبود يعني ما اتفق عليه البخاري ومسلم من فرد به البخاري مسلم على شردهما على شرد البخاري على شرد مسلم ثم صحيح عند غيرهما تدوضا قيبود كدغين تدوضا اس قيبود مرك وحي لي ايو اكره قيب سما تدوضا قيبود ميد كسو كميده هو حديث صحيحه لكن حوغا صحاداس درجات كده ايا كلا تقسنا واي كي معناها كصحاداس اسي كلا بدن ارنتان waxa la in sidan loo qaybiyo oo sidan xadiiska loo qaybiyo saxiixa yaani xilli dhow un baa la arkabaale oo culimada waxa ugu horeeyay hadda aan soo sheegayno la yiraahdo waxa weeye ibn al-jawsi aw al-faraj abdurrahman ibn al-jawsi shiqa ayaa macnaha kitaabka mawduucaadka markuu qoray awalkiisa ku sheegay waxa kala sheegay ibn salaah asaguna warkan soo guuriyay ibn salaah markuu soo guuriyay culimadii ka dambeeyay dhan marka wa taabaa calayhi jullu man jaa ba'du culimadii ka dambeeyay dhan marka warka way soo guuriyeen waana haddii isu dhawaayeen ibn al-Ani kale yiraahdo ibn al-Jawsi iyo waxa la sheegay la yiraahdo iyo ibn salaah way isu dhawaayeen wax yar waxa horay ibn al-Jawsi waxa laali marka culimadii ka dambeeyayna kalaamkan sidaan ugu raaceen baali marka culimada qaarkood marka way diidayaan saatan loo qaybiyo horta aqfaru yani waxa waay wixii ka dambeeyay labada sheekh saasa loo badan yahay baadhu culama oo diidayaan waa arkayna taqsiimka noocaana waxay leeyihiin waxa waay maba jiraba hal iska dhaafaba iyo culama qaybinayaan laakiin qaabka inay ka bedelayaan midalan sheekh la yiraahdo Nasiruddin ad-Dimashq kitab la yiraahdo sharh uquud ad-durr asagu leeyahay wuxuu gaarsiiyay 13 qaybood ka dhiga asagu 13 qaybood oo waxa ugu horeeya uu leeyahay متفق على تخريجه الكتب سته لحد كتاب وحي اي سو سارانا او هوراي ابو ليه او بخاري ومسلم يا افرت سننتا قدر حديثك لحد اسكو ودا يالا ايا او هوراي ابو ليه وحا كو خيغ ابو ليه متفق عليه البخاري ومسلم مع الثلاثه بخاري ومسلم وحا وري ابو داوود و ترمذي و النسائي سدها اسلا سو سارين وين ما جاك ريبيسا وحا كو خيغ ابو ليه متفق عليه مع ابي داوود حديثك وحا كو خيغ ابو ليه سدحاد نوقنيا بخاري ومسلم ابو داوود اسلا وريين ساسو نوقنيا
وكا وحنا نرى الله متفق عليه مع أبي داود والترمذي بخاري مسلم أبو داود يترمذي أفر داسس لوريين وحاكو حقابه لأن متفق عليه مع أبو داود أبو داود يلا بدأ سيعين كحديث كأي وداغان بس وكا وحاكو حقابه لأن متفق عليه بخاري مسلم كلي وحي سلوريين وكهذا نوه الرأي أعلاها متفق عليه البخاري ومسلم هنا وحو كهر مري متفق عليه ستة متفق عليه البخاري يعني وحو مع الثلاثة متفق عليه البخاري ومسلم مع أبي داود والترمذي متفق عليه البخاري ومسلم مع أبي داود فقط أفر تاقي بودو كهور مري غيبتا هذا النوه الرأي دم حو كرده شناد كيو كرده متفق عليه البخاري ومسلم شناد كيو كرده ثم من فرد به البخاري أي أكوح قبل ثم من فرد به مسلم ثم ما كان على شردهما ولم يخرجاه أي سنة صاري ثم ما كان على شرد البخاري ثم ما كان على شرد مسلم واكا ساسا كوح قبل ثم ما لم يكن على شرد أحدهما وقد صححه غيرهما علمك لا صحيح يا لين أي الوحي جنة يا أبو لي ثم ما صححه ابن حبان والحاكم حاكم يا ابن حبان حديث صحيح يا لين وحقضا بي أبو لي ثم ما علق في الصحيحين بلا رواية بصيغة الجسم حديثك صحيحين كوية الله ومعلقة أولي بصيغة الجسم لأن القورين كاسا الله الضوء مرينة يا أبو لي هدي الله تريا مركا وحينا وانا طواني يسدح درجو كدك شيقا طواني يسدح درج أيو كدك علماء قاركودنا أصل يعني تقسيم كان ردن بوحي إليه وحوين اللوبة هنيا معهن لكن واللوبة هنيا حديثك صحيحة إنو كلا سرعي واللوبة هنيا محايا لي سيدان إن لو كلا سرم مريو ووحوي ورطة وحي كينا إذا بحسب تمكنه من شروط الصحة وعدمه وعلق مارمان وارنتا ان ويجرته وحاك لو جرى عند المعارضة تقسيم كان هذا النوع عنه كلاه ساتا لو كلا هرمريا وحو وحكتر النتيجة لي إلا هذا حديث كان مقعي سحاده وضعه استوى لو عمل فليا وحو النتيجة لي أنصحي عند المعارضة لبدا حديث مركز اسكهر يمادان إلا حديث المعارضة كده حيث بعض الأحيان واستعارضيان تعارض كان مركز او يمادو وحال لو كلا ساري كلا درجات كود إنه كلا سريين لبدا حديث مركز شقينة يا أرنتاني وحي شقينة إذا تعارض كاسي مركز او يمادو waxa kale la isku qilaabsan yahay in la ogaado laga marmaan ah shardiga aan maxaa laga wadaa ila hadda waxa noogu taala kitabka madanigiisa thumma ma kana ala shardihima thumma ala shard al-bukhari thumma muslim thumma sahih inda ghayrihima shardigaas la isku qilaabsan yahay marka asagana oo culimadu shardigaan maxaa loo jeedaa adoo waxyaabo badan war badan baa laga bixiyay ilaahada tanbiihaas uu uga hadlaya meesha dambe at-tanbiihu al-khamis meesha uu leeyahay في تحقيق شرد البخاري ومسلم قال ابن الظاهر وحير شرد البخاري ومسلم أن يخرج إن يصوص أران الحديث المجمع على ثقة الرجال وإن يصوص أران بولي حديث الله إجمعي على ثقة الرجال إلى الصحابي المشهور إلى الصحابي المشهور كاللغة قارية ورك أصحابك والله اعتراضي كتابا لغا قروي جيران علماء قار كودا كتابك قرينا شيق اللي إرادة وحوي حازمي ayaa wuxuu ka qoray kitaab la yiraahdo shuruudul a'imma kitaab la yiraahdo ka qoray adoo warkaas markaa aad u tar badan yahay meelo badan aan lagu dhifdhiftay laakiin waxa uu xogaa u badan in loola jeedo shardul bukhari wa muslim in loola jeedo shardigan waxa laga wadaabay leen culimadu rijaasha ay wax ka wariyaan shardul bukhari wuxuu noqonaa rijaasa oo asagu wax ka wariyo oo shuruudiisi laga helay والرجاسة شروط دي سي لغا هلاي او دكتاي مسلم سيدو كالو نغانيا هدي لبادو دي ليرا شرد البخاري ومسلم وشروط دي لبادو دي لغا هلاي شروط دي اي شرديان او صحيحة او شرديان لغا هلاي ساسا شرديا بيلي ساد رادي وحولي سيودي وحواي كتاب كان وحواي كتاب كان هذا شرحة اولي وحو الندمي موقتاي مقدمة ايو الندمي وكتاب كان ليرا الفيد سيودي يكون ندمي وشرد الدين كون الاسناد لديهما بالجمع والافراد عليه وشرد الدين بخاري ومسلم شرد جود كون الاسناد اسناد كان انه هذا وي لديهما بالجمع والافراد سند كان او حديث كان او كسوده لديه شرد البخاري ومسلم كسوده سند كاس وانه يها لديهما بالجمع وانه يها لبدود اي ودا كو ودا جربه لبدا كتاب اما يعني وحوى إفرادهانو مركز شرد البخاري أما شرد مسلم خليه النقانية
مرك الرجاشان نفس هؤلاء الرجال أو البخاري مسلم شرود دي اللي جه لي أي الله وتعالى لي مرك سنة أيها الله وتعالى شرد شرود دي كلام هذا ولا مرمان أو سحادة إن له لهم سيد أو كلا سكري والأنصار شيء قال لي هذا مرك الشرح على كتاب ألفية العراقي كتاب على فضح الباقي ولي رادو وخشر حي ألفية العراقي أجره وحير والمراد به شرد واحد اللي رجي إذا رواتهما أو مثلهم مع باقي الشروط الصحيح وحال الله وتعالى يا مركا شرد كان ورواتهما أو مثلهم رواد بخاري مسلم يحكوا ريان أما أيك وكله ورق شروط يوكله له مع باقي شروط الصحيح ساس الله وتعالى يا مركا علماء وحوي شرد كاس وربضنا اللي جي يا جري مده دواتان سؤالك ابن الظاهر وأرناي وحاكله سيدو كالحازيم أسوح يا أبي أشعة كامل هذا شرط البخاري أن يخرج ما تصل إسناده بثقات المتقنين الملاسمين لمن أخذوا عنه ملاسمة طويلة ساسو أصوه تعريف شرط البخاري وحير أن يخرج إنه ساس روي ما حديث تصل إسناده بثقات المتقنين أو قوة تسالي الملاسمين لمن أخذوا عنه ملاسمة طويلة وأنه قد يخرج أحيانا عن أعيان الضبقة التي تلي هذه ضبقة لحرية في الإتقان والملاسمة لمن رووه عنه لمن أي لاسمان رووا عنه أي كوريين فلم يلزمه إلا ملاسمة يسيرة وشرط مسلمنا أن يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان ضويل الملازمة لمن أخذ عنه كحماد بن سلم في ثابت البران وأيوب أدو مرة تعريفته بدن بها لقبه ورخو حوغا وحو قصة أوسو دوانيا بخاري يا مسلم شرط قد إن لو لجو إذا رواد أي وحكورينيان شروطي كلا صحيحة هاد وحي لقاها لأنبا الله وطاع مركا اللي ليها مسألة كلا أيضا لقام ماربانا هاجرت مركا اللي ليها حديث سيدان أوكا لها الرأيان مثلا بخاري يا مسلم وحي أي وريانا أوه الرأي حديث كتاب بخاري كلي أو وريي وهدي يعني وحو حديث كان ودرجة قابن كجيرة وحسر مرنا يا هدي لوايو مثلا حديث كان بخاري كوية اللي هو غريب إلا قريب وأكو يلكر إنك علماء قاركود إليهن أحاديثا صحيحين كوتا على قريب إيو ورنتوا وابد أفتيه مشهور وحي نغنيان مستفيدة نغنيان وحي كلاو الجراء حديث كمرق هدو قريب يا كمسلم كوية إلا أنا حديث مشهور أوي هاي وشهورة دي شروط دي لقاها لكم بقى الله هرمرين يا حدي بعض الأحيان ميت كان متواتر أو نقضى كان يعني دلو متواتر أو نقارين أستقى الله هرمرين يا مرك بعض الأحيان واحد يعك تحديث كي درجة هو سكجري إن يعني قرائن أو كبا إذا له كسر مرنا إذا كان ويدعك رتا وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على سعه فمرادهم وإذا قالوا علماء هدي يراهدان محدثين تهدي يراهدان في حديث هدي كوي يراهدان صحيح هذا حديث كان حديث وحديث كان صحيح صحيحة علماء ذي بوحيرا أن حديثنا حديث تكمل أي وحيرا أن صحيح هذا حديث صحيح متفق عليه كركي سمد الله اسكو وافقه هذا سيدا يرادان او على صحته او متفق على صحته حديث كان صحيح سمد الله اسكو وافقه هذا سيدا يرادان فمراده مراد المحدثين علماء المحدثين تام مراد كودو waxaa way اتفاق الشيخين ورك اساسا لولجيده واسدلا اتفاق الشيخين بقى لولجيده لبد الشيخ شيخين مر هدي له رواه مسلم البخاري ام الله وتا لاتفاق الامه ummad oo dhama isku waafaqday hadiiskan ummad oo dhama isku waafaqsan loo lama jeedee waxa loo wataa waa sheekeynka isku waafaqeen oo soo saareen qala ibn salaah wuxuu yiri laakiin yalzamu min ittifaqihima labada sheekeyn ee isku waafaqan waxa ka laasimay ittifaqul umma alayhi ala al hadiis isku waafaqday maxay yiri waa li talaqihim lahu bil qabul hadiiskan noocaas oo kala sheekeynka ku yaala ummad oo dhan ayaa waxay kula kulanta qabuula ilaahay ka siiyay subhanahu wa ta'ala saadaraade labadooda isku waafaqaan ummada kale waa ku waafaqaydaas waa ka laazimayda uu dhaha laakiin isdilaahan waxa uu loola jeedaa bukhari muslim baa isku waafaqaa loo wata wadakara wuxuu sheegay ash-shaykhu shaykhan waxa loo wata ibn salaah musdalahan meelahan haddii ku aragtay sheekh haddii ku aragtay waa ibn salaah loola jeedaa sheekhu islaam waa xafid ibn hajar sheekhayn waa labada sheekhun baa loo wata oo bukhari muslim ah loo wata waxyaabaha noocaas oo kale waa iska isdilaaxad oo shaayic oo meeshan ku jira wadakara sheekhu sheekhi wuxuu sheegay ibn salaah ahay ana ma xadiidkii rawaya ay wariyaan humaaga aw amase axaduhuma labada midkood ayaa wariyo bukhari ama muslim baa wariyey fa huwa maagaasi maqduucun mid la goonayo way bisaxati saxadiisa la goonaya waxaa xoogaa haddana khilaaf ka jira
aan ba isla soo ogolaano bukhaari iyo muslim axaadiista ku taalla inay saxiix yihiin haddii la isla ogolaado sixadaasi intay dhanta sixadu intay dhanta maa cilmi wuxuu faa'iideynayaa maqduucun bihi ah miyuu faa'iideynayaa mise danniyuu faa'iideynayaa warkaasaa la ysku khilaafsan yahay marka wuxuu leeyahay ibnu salaax qaal wadakara shaykhu ana maa xadiidkii rawayaa ay wariyeen bukhaari iyo muslim weyahumaa gaaba aw axaduhuma ama midkood baa wariyey fahuwa maagaasi maqduucun mid la goynaya inuu yahay way bisixatii sixadiisaa la goynayaa waalcilmu cilmigaasoo alqadciyu ee qadciga ahayna xaasilun fiihi xadiiskaa buu ku xasilaya cilmi qadciya ayaana ku xasilaya buu leeyahay waa kaa ilaa wax yaba xoo la soo reeba waa jiraan ilaa wax yaroo la soo reeba waa jiraan qaala wuxuu yidhi khilaafan liman nafaa daalika muxtajan biannahu laa yufiidu ila danna wainamaa talaqadhu lummatu bilqabuul culimmada qaarkood ay yidhaahdeen maya cilmi qadciya ma faa'iideynaya cilmi dannihu faa'iideynayaa ummadduna qabuulay kala kunta in lagu camal falaal lagu aqbalo laysku aqbalo maahanoo ilaahay ku kulmiya maahane ee hadda wax allaale waxa lagu camal falaayo o dhanna ma ogtaa maqduucun bisixati ma ahan mutawaatir ma gaari karaan maxaa yeele horaan u soo marna war ahaay xadiiskan waa saxiixun maxaa loola jeedaa xadiiskan haddii la yidhaha waa saxiix maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa baa la odhanay shuruudu sixaa laga helay laa annahu saxiixun fii nafsi dhabi qaalahu nabiyu sala allahu wasalam calayhi ulajeedadu saa ma ahayn ulajeedadu saa ma ahayn hor warkaasaan soo marnay warkaabaan soo marnay marka waxay leeyihin warkaasaa la soo maray saa daraaddeed waxa waaya danniyu faa'iideynaa in lagu camal falana waa qabuul taaso waxa waa lagu camal falayaa waa ka liannahu yajibu alcamalu yajibu calayhim alcamalu bidanni wadannu qad yuqdi waa ka wuxuu leeyahy qaala bnu salaaxi wuxuu yidhi waqad kuntu amiilu ilaa haada ra'yigan waaxsibuhu qawiyan huma baana lii ana aladii ikhtarnaahu awalan huwa asaxiixu liana danna man huwa macsuumun min alkhadai dadka macsuumka ka ah inay wadagafaan waxaa macsuum ummadda ka ummaddao dhan inay wadagafto waa macsuum ummatulmuxamediyo dhan inay khalad isku raacdo oo wax khalada ay isku raacdo waa arrin macsuuma baali marka wuxuu leeyahay liana danna man huwa macsuumun min alkhaday laa yukhdi danniga isaguna ma gafaayo waalummatu fii ijmaaciha macsuumatu min alkhada walihaada kaana alijmaacu almabniyu cala alijtihaadi xujatan maqduucan biha sidaa buu leeyahay wa qaala alimaamu alxaramayn wuxuu yidhi low xalafa insaanu bidalaaqi imra'atihi ana maa fi saxiixayni mima xakama bisixatihi min qowli nabiyi sala allahu wasalam calayh waa intay xugmiyeen waa ti la odhan maogta maqaalaha saas lagu xambaaro min qowli nabiyi sala allahu wasalam calayh lama ltasamahu dalaaq maxaa yeele liijmaaci culamaa almuslimiina cala sixatihi saasuu odhanayaa warkaasaa marka ibnu salaax sidaasuu qabaa ibnu salaax keliyana mahale culimmo badanaa warkaa qabaan culimmo badan ayaa warkaa qabaan oo waxaa ka mida sheekha la yidhaha ibnu kathiir oo kale saasuu qabaa wa ana maca ibnu salaaxin fii maa cawala calayhi wa arshada ilayh suyuudiga laftiis oo sharxan iskale saasuu qabaa warkaasuu xoogaa qabaa qultu wahuwa aladii akhtaaruhu walaa actamidu siwaahu saasuu odhan macnaha uu sharxa ku leeyahayo isaguna warkaasuu la qabaa arrintaas marka culimmo badan oo nuucaasaa qabaan xaafidka laftiisu wuxuu xoogaa qabaa warka agdhowu qabaa isaga laftiisu oo wuxuu leeyahay danni qawiya ayuu waxaana faa'iideynaya cilmigii waa ku xasilaya maxaa yeele wuxuu leeyahy tawaaturay bay ku dhowaanayaan xadiisan saxiixeynka iyo bukhaariga ku yaalla iyo muslimka wuxuu leeyahay ummadda oo dhan caalamka min daraf ilaa daraf meelaan laga aqbalsanin ma jirto caalamka min daraf ilaa daraf waxa laale wixii laga yaqaana tawaaturay gaarayaan tawaaturayba gaarayaan buu leeyahay ilaa wax yaro un xoogaa laysku khilaafsan yahay xuruuf yaro yacni waxa way axaadiis yaro laysku khilaafsan yahay waa jiraan oo ilaa yacni gaaraysa markaas boqol iyo labaatan xadiid meelahaas oo kale laba boqol iyo labaatan xadiisaasay ahaayeen horena waa u soo marnay sidaasuu markay leeyahin culimmadaasi ay qabaan wa khaalafahu almuxaqiquuna waalakharuuna faqaaluu yufiidu danna wa khaalafa waxaa khilaafay hu ibnu salaax waxaa khilaafay almuxaqiquuna culimmada cilmiga xaqiijiyeen ayaa khilaafeen iyo waalakharuuna culimmada intooda badan hadalkan waxaa iskale imaamu nawowi raximahu llahu tacaala wa khaalafahu ibnu salaax waxaa khilaafay almuxaqiquuna iyo waalakharuuna culimmada intooda badan faqaaluu marka waxay yidhaahdeen yufiidu danna maa lam yatawaatar yufiidu xadiidka saxiixeynka ku yaallaa addanna ayuu faa'iideynayaa alcilmi adanniya ayaa loola jeedaa cilmi danni ah yacni waxaan lama jismi karo oo maqduucun waayo lama odhan karo nebigaa yidhi sidaas calayhi salaatu wasalaam maa lam yatawaatar hadduusan mutawaatir noqonin xadiidkaani tawaatir una gaarin waxa weeye cilmi danni uu faa'iideynayaa
warkaan marka waxaa iswaafaqaya warkaan ah yufiidu danna maa lam yatawaatar iyo kalaamkii hore aan u soo marno ahay culimmadu hadday yidhaahaan xadiiskaana saxiix waaye muraadka loola jeedaa waxa waaye wujidat fiihi shuruudu sixa laga helay waana lagu camal falaa ee looma wato nafsulamarka ayuu saxiix yahay weliba meelaha ay ku bushinayaan waxaa ka mid waxaa la ibnu salaax awal isagaa wuxuu soo yidhi xadiiskan haddii saxiix yacni waxa weye waaye la yidhaahdo waxaa loola jeedaa yacni waa shuruudu sixa laga helay nabiga ay yidhi oo qadciya ma ahan masaladaanna wuxuu yidhi meeshan dambena wuxuu soo celiyey ana maa rawayaahu aw axaduma fahuwa maqduucun bisixati waalcilmu alqadciyu xaasilun fiihi see laysu kulminayaba le warkaas xoogaa jamciguu ka rabaa baa le xoogaa sheekha waa war isdiidaaye nafsulamarka lama jismi karo hore soo yidhi xadiiskaana waa saxiix haddii la yidhi xadiiska waa saxiix la leeyahy kan saxiixinka ka mida ma ogtaha halkaana wuxuu leeyahay maya cilmi qadciyaha ku xasilaya waa la jismi karaa nafsulamarka saasuu noqonaya kaana masaladaa marka iyaduna waa masale saa laysuu khilaafsan yahay oo ah xadiisa saxiixa ama xadiiska saxiixeynka ku yaalla muxuu darajadiisu yacni waxa waaye imise madaniyu faa'iideynaya mise qadci asaadidatu almasalatu masaladaasu asaadidatu ay leen hada maxaluhaa man ra'aa fii haadihi alazmaani xadiidan saxiixa alisnaadi fii kitaabin aw jusin lam yanusa calaa sixati xaafidun muctamadun qaala shaykhu laa yuxkamu bisixati lidacfi ahliyati haadihi alazmaan wuxuu leeyahay sheekhan man ra'aa qofkii arka fii haadihi midaan alazmaani asmaanta asmaantan waxaa laga wadaa alasmaanu almutaakhira yacni maa bacda 300 saddexdii boqolba wixii ka dambeeyaba meelahaasaa loo wataa marka waxa weeye asmaantan dambe oo mutaakhirada qofkii arka xadiidan arka ibnu salaax ee isagaa wuxuu ku jira waxa waay yaa qarnigii shanaad iyo qarnigii afaraadu halkaa ku jiraba markaa wuxuu leeyay asmaantan dambe qofkii arka xadiidan xadiidkaasoo saxiixa alisnaadi isnaadkiisa uu saxiix yahay yacni xadiidka sanadkiisa markaa fiiridid rijaashaani waa rijaalu saxiix oo dabdigiiyaa laga helay cadaaladiiyaa laga helay waa ka waxa waaye itisaalkii baa laga helay waxaa laga waa xadiidku shaad ma ahan cillo kuma jirto waa shuruuddii saxiixa xadiidku waa ka muuqdaa marka wuxuu leeyahy man ra'aa fii haadihi alasmaani xadiidan qofkii arka xadiidkaasoo saxiixa alisnaadi fii kitaabin kitaabna qofkii ku arka aw amase jus-in juska laftiisu waa kitaab laakiin waa qayb magac gooniyaho waxa waaye juska waxaa la yidhaha tacriif gooniya ayuu leeyahay xadiidkaasoo lam yanusa uunan caddaynin calaa sixati xadiidka sixadiisa xaafidu nin xaafida uusan caddaynin xaafidkaasoo muctamadun ee muctamada xadiidka haddaad fiirida shuruuddii sixada waa ka muuqataa oo rijaasha shuruuddii la shardinaya waa lagu hayaa laakiin cid ku dhawaaqda oo tiri xadiidkaani waa saxiix ma jiro cid ku dhawaaqda oo tiri xadiidkaani waa saxiixoo sheekh yacni muctamad oo xadiidkan saxiix yaala ma jiro wuxuu leeyahay qaala sheekhi wuxuu yidhi qaala sheekhu sheekhi wuxuu yidhi ibnu salaax ahay laa yuxkamu lama xugminaayo bisixati xadiidkan sixadiisa lama xugminaayo oo aduu inta daahirkan aada aragta fiiridid wax xadiidkaani waa saxiix ma odhanaydid buu leeyahay maxaa dhacay lidacfi ahliyati haadihi middaan ahalnimadeeda dacfigeeda ayaan loo odhanayn taasoo alasmaani asmaanta asmaantan ayaa dacfigeedu badan yahay buu leeyahay maba gaarsanaba dadka joogaa inay wax tasiixiyaan ama ay tadciifiyaan waa kaa qaala wuxuu yidhi liannahu maa min isnaadin min dalika ilaa wanajidu fii rijaali man ictamada fii riwaayati calaa maa fii kitaabi cariyan cama yushtaradu min asaxiix min alxifd waalidqaan qaala fi lmanhali rawi wuxuu ku yidhi maca qalabati dhanni annahu law saxa hadduu weliba ansaxi lahay lama ahmalahu a'imatu alacsaar almutaqadima lishidati faxsin waijtihaadi marka wuxuu leeyahay arrintaani oo baabu tasxiix iyo watadciif iyo wataxsiin wuxuu leeyahy arrintaani waa dhammaatay xilligaanna ma jirto wax la tasiixinayo ama la taxsiininayo ama la tadciifinayo ma ay jiraan xilligii horay aheedoo waxaana ijtihaad waa ijtihaadkaasina waa dhammaada buu leeyahay saasuu qabaa culimmo badanna waa la qabaan waxay la mid tahay masalada laysku khilaafsan yahay oo ah alijtihaadkii fiqiga ahay oo ummadda waata loo qaybiyo mujtahid iyo muqallid loo qaybiyo ninkaa mujtihaadkii fiqiga ahay ma jiraa mise ma jiro waa hore isaga laftiisa laysku khilaafo oo suyuudigaana ka mid ahaaba culimmadii yidhaahdeen waa jiraaho anaaba uhu buu yidhi suyuudi waa anigu waa laga helo shuruuddii waa laga helay buu sheeku cajaa'ibulaa maogta aadna waa u celin badnaa kolley waaba laakiin culimmo badana waxay qabaan arrintaasi waa go'day waa dhammaatay wax dambe lagu ijtihaadaya maba jirtaba yaa iyadoo saasa marka halkaas ayaa marka sheekhu uu maraa isagu imaam nawowi marka
وحولي والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقوي معرفته والأظهر لكن قولك ظاهر نماذا بدني عندي أنا أكتي إذا نقول ظاهر نماذا بدني جوازه جواز تصحيح تصحيح بنانا شدي يسوي واكا لمن أيوب بنانتا من كاسو تمكن ما كان صدا وهو قوي معرفته معرفتي سنة أي حوق أوده لنكي لقاها الشروط دي يوحى ويالاتك يحفتك يوناقي لقاها وحولي ويبنانتا sidaas aan loo badan yahay waxa loo badan yahay arintan inayna go'inin laakiin waxay kugu xiran tahay liman tamakana wa qawiyad ma'rifatu ma aha nin iska dheeldheelay oo laga yaabo adduunyada hal xadiis oo sanadkiisa uu sanabi geeyin karin ama yaani waxa way asaga dhan wax xaaladiisu ajaayib leedah in la isaga dega ma aha xadiis oo la iska daciifiyo sida hadda dhacdaba waxa way xadiisku waa daciif la iska soo boodaayo ama waa saxiixa waa taas waxay noqonaydaa waa diinkii lagu dheeldheelay noqonaydaa qofkan hal la helo liman tamakana wa qawiya ma'rifatu sadarad waxa iimaanay hadda waxa ay tala qubud badan ninkan waxa uu isla xadiiska u sayay hal hal arkaso hadana daciifinaay marka arintu saatanay u badan tahay baa li qaal al iraqi wa huwa alladhi alayhi amalu ahli al hadith arinta ana wuxuu leeyahay ahli al hadith ko dhama qaba faqad saha jama'atun wa sayyala min al mutaaqirin ahaditha oo lam najid liman taqaddama culumadii ka hormaray aanan u ka helinin fiha tasiixan famir almucaasiriin ibn salaax waxaa ka mid a buu leh abulxasan cali ibnu maxamed ibnu cabdilmelik ibnu qadaan saaxibu kitaabi alwahmi waliihaam saxaxa fii xadiida ibnu cumar annahu kaana yatawadau wanaclaahu fi rijlayni wayamsahu calayhima wayaquulu ha kadalika kaana rasuulu llahi sala allahu slam yafcalu akhrajahu albazaar wuxuu kaloo sahiixa lahu xadiida anas kaana asxaabu rasuuli llahi sala allahu slam yantadiruuna الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة أخرجه قاسم الأسبق وحديث كي يعني تورق تربع هذه الأفر يستح صلاة من بريد إمالها لقاء تواي ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد بن الواحد المقدسي جمع كتابا سماه المختارة التسم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها وصح الحافظ سكي الدين المنذري حديث بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن السهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة في غفران ما تقدم من ذنبي وما تاخر وهي بها سودن با لا صحيح يا له بوليه ثم صح الدبقه التي هذه دبقوين بدن اساس لو اركبا لير مركا مركا خوغا لكن شرطي ان بي كو خيرنت هبا لين وها خوغا مركا مساله خوغا ايدنا وركا جيرا حدا ابن صلاح وها او كهدله وها وي لا يحكم بصحته صحته ان با لو اركبا لوركيس laakiin hadda sixada taxsiinkii ka waran ilaa xadiiska xukunkiisu moogta hadii la yiraahdo xadiiska xukun hal la saaro in xadiiska la saxiixiyo iyo in la daciifiyo iyo in la taxsiiniyo saddexda unba noqonayaan sixada hadda waa sheegaba laakiin tadciifku iyo taxsiinkuna waa maxay ayakuna waa la midaal inta badan way ka agdhow yihiin baale tadciifka iyo taxsiinkuna way kala mid ay noqonayaan xukumul xadiiska unbay soo gelayaan sida uu u manciyo sixadu ayakana u mancinayaa واكا ومن أراد العمل بحديث من كتاب فطريقه أن يأخذ من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة مسألة أن هو مسألة كلا وحولي يا شيخ ومن أراد غفك الضونة العمل عمل فلب دون يا غفكاني وحلمد احتجاج كنا وحلمد بحديث حديث أو عمل فلا أما بحديث أو كالضونة حديث كأسوا من كتاب كتاب حقيس كهذه كتاب من الكتب المعتمدة وحواي حديث كان البخاري وكي الله أما أبو داود وكي الله وادينا تكون عمل فشار ربطا أما إنا الحجيستين فضريقهم من كان الضريقيس قفك أس فضريقه قفك الضريقيس أن يأخذ إنه قاده ويهو حديث كان من نسخة النسخة وإنه كسو قاته نسخة أس معتمدة أي معتمدة ورتوحا لغا مارمانا نسخة معتمدة إنه قفك أس آذا لغا مارمانا إيه نسخة كسته أو يعني وحواي أو إسكها ليلو oo yaani iska soo waafaqda xadiiska kama qaadan karo maxay la waxa dhici karta nusqooyin badan oo aan la mu'tamad ahayn oo macnaha khada uu ku jiro oo xadiidkii laga yaabo khald inuu ku jiro inuu lacana ay macnaha waafaqda dhici karta marka waxa shardi an yaqud min nusqatin mu'tamada nusqadaas oo waliba qaabalaha uu ku jeejgareeyay oo ku saxay oo muqaabaleeyay huwa asaga oo amsa thiqatun min thiqaa bi usulin sahiha ساسا شرطية بإليهن ونسخة معتمدة وقابلها هو أسقى كم مقابلين
وحكم مقابلين يا كتابك وحكم مقابلين بأصول صحيحة كتابه صحيحة هاي نسقين كي صحيحة هاي وبندق يا مركو أجاده إن نسقها نسقها كلا وافق سنتهاي وحي عن ضعف أو كجرا أما عن خض أو كجرا أو نجرينا مركا أي حديث كقاضنا يا أو ثقة أما ننثقة يا مقابلين وثقة غيره يا لولجد أما نبي كل سنة يا حير نسقدان أنيق أكون مقابلين نسقين بدنه نسق صحيحة وعجائب له مركا سقادن كرا بال مركا أيو قادن كرا علماء قار وهذا وأرنتوا وكلوشة وأرك الضناو واحد أنا أدو ورين إنه السنة كلها ما بالله عمل فلي كريقة بامبا ما بالله قلبه واحد كل عمل فلي حديث كسوق السنة قلت إحنا بيقول أديك الإسكاداف يا قبامبا وعوا ماشي عبكم إياه لكن وأرك الضناو سيد الراجح واحد كتبها عن حديث وعلى قصة قادن كرا والله عمل فلي كرا لكن بشرط أن تكون النسخة معتمدة وهي هذا علاس قلاي كمته نسخوذي إن معناها وحوها كتابي أي نقدين أي نقدين تجاري أي نقدين ووحل أقنع السداء أي نقدين وضدك مركا يعني الضابعة يعني علايس بدن لغي وقار بدن وكميدة إني سنوفيرين إنين يعني أمانة دي دينية وحان أمانة دينية للربا أمانة دي دينية إني سفيرين إدعي كرتو وإسكال ضابعة يعني سيدة هذا لغو أركبة يعني وحوها دارب بدن لغو أركب ينسخوين بدن marka arinta waxay u baahan tahay in aan la iska qaadanin oo kitaabka la iska fiiriyo oo nusqa kasta aan la qaadanin koow saasa marka laga maar waxa la diida yaani kullama haba wadab iska la bood kitaab ma ku yaalin waxaan ha hadiis hebel halka taas lama ogola waxaan kutub ma la yiraahdo ay iska soo qaado ma la ogola waxa dhacay kitaabii nusqa ibraha dhacday disiisa dhacday kitaabii in wax la galiya dhacday ya kitaabii in disiisa lagu sameeyay dhacday oo dadka qaar kood ay wax soo geliyeen meel laga xadfay way dhacday xilli horena way soo jiri jirtay dasigu waa jiray xilli wuxuu soo bilaabay xilliga aan culimada kutubahooda sheekh kitaabkiisa markuu meel dhigta habeenkii laba xadiis in loogu daro oo ibro mowduuca ama yaani waxa waa hal xadiis in loogu qariyo maalinba waxaan waligooda soo jiri jireen amaana cilmiya umba la rabaa marka waxaan la ogoleyn كل نسخة أو وافقت كأن الإسكسو قالتيده كأغنستيده عرضة ما تاسم الله أقضى قال ابن السلاح مركو وليه بأصول الصحيحة شرط معنى وأرك الضوانا ساد رادي دوحو ليه قال ابن السلاح وحير اللي يحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول وفهم جماعة وحيفة من بوليه من هذا الكلام كلام كان أن يأخذ من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة أي وحي كفهمين الاشتراط إن الشرط تهارنت الاشتراط محل قوضة جمع إنه الشرط يهار لقوضة جمعا بأصول تأه أصول بدن إن لغو مقابل أيه حقا ورقو نصاص ما أهم بالي وليس فيه ما يصرح بذلك ولا يقتدي مع تصريح ابن صلاح ولبا سوى عدي باستحباب ذلك في قسم الحسن وقسم الحسن وكو عدي انه ارنت او سنه وحس سنه دا اسك الهالي واصول بدن ان لو بندغو او لو صحو لكن انت صحيح لا سمع سو سنه ما ان واجب نقنا قال في ترمذي وحو كير فينبغي ان تصح اصلك بجماعه اصول فاشار ينبغي الى الاستحباب قال مصنف وحو كير فان قابلها سادر عاد امام النووي ورك عاد فهم وحو كير فان قابلها وركان وحا اسك امام النووي فان قابلها فان قابلها دو كو مقابلهيو مقابلته وباب دمو نو ايمان دونا وا اسكو سخيد كتاب كتاب هلا لو سخو لو فيريو واي فاين قابلها هدو كو مقابله هدو كو جيج غري هدو كو سخو باصل هل اصل نسقدي وحو كو باصل اصل كاسو محققين اصل كاسو معتمدين اجزاءه هو اوغدي ارينتا وا كافين ايدا هل اصل لكن واسو في عن يا شرطيا ولم يرد ذلك مورد الاعتراض ساسو نغانيا وها دعده marka خاتمه فيري قاتمة وحولي قاتمة ساد العراقي وحوسي هذه في ألفية هنا لأجل قول ابن الصلاح حيث ساق له ذلك وصاص القدر حيث ساق له ذلك ومرك أبنى انتهي وقور ما مرك وحي أبنى انتهي قفك أنا مرك وحسيح كره وأصو وحي أولبا شري كره وأوكل فهم كره ما هو صحيح وما هو ضعيف وكل فهم كره واي نسقد أنا من رديئة لكن قف مسكينه او عربي غبا انا قونين اما لغا يابا الفاظه اني سن او بحثنين اما وحو كا يقان لا اركين وحان اني قلدين اني سخان يهين كاس اسب وحا حيث ساقو كبخا
mabla ogolaba kaas waxa waa culimada u tago waxa la isiyo waxa la yaqo ka un buulay ama aan haduunan carabi aqoonin asuusan aqoonin waxa waa alfaadan sida ay isu tarkiibsan tahay iyo waxa qaa xadiisku yaani waa laga yaabo lafdigan waxina ka dhaxsin waxba uuna ka fahmi karinin kaas mabla ogol inuu kutubaha dhex galaba ka leexdaba ko waxay noqonaydaa marka saasu ku dan xaythu saaqa lahu dalik أن الحافظ مع أن الحافظ أبا بكر محمد بن خير بن عمرو الأموي الإشبيلي خالي أبي القاسم السهيلي وحليه قال وحير في برنامجي واسم كتاب برنامج اتفق العلماء وحيسكوا وافقين على أنه لا يصح لمسلم إن يسنوا أنسحين أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا رسول قال وحا اسكيري حتى يكون عنده ذلك القول مرويا وحليه لا اسكوري أسو رواية وإن كلية وأنه النبي قلنا أيه كوضا يا ولو على أقل وجوه الروايات وجوه مدى أغير بها كوريا وجوه الروايات وحا يقول لي وجادة يا وصية وأنه ما عندهم ده سيديد غاوح لووريا لحديث من كذب علي متعمدا فليتبع مقعده من النار حديث كاسا صار روحوا لي هل كاسو قد قلها بولي وركاس مركا اتفق العلماء على أنه لا يسع وركاس حوغا علماء ما أنسحين بإليهن وركاس شيخ اتفاقاس وح اتفاق ليرا مجران بيليين وح على شردنا يا انت هران سامرني ولم يتعقبه العراقي عراق ورك واسوقه لكن لما عربين وما بشنا لقوضا وقد تعقبه سركشي شيخ الأورنج بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهار التركي شيخ أسا لا تتعقب كسما يبالي في جزء له فقال فيما قرأته بقد نقل الإجماع عجيب وور لا يابل إن إجماع ساتنا قال له سوقه إجماع لما أقوله إلا وإنما حكى ذلك عن بعض المحدثين ثم هو معارض بنقل ابن برهان بولا إجماع الفقهاء وسجوري على الجواز واسكبنا أنت قال رسول الله إلا يراد لكن نسخة معتمدة الله يماد ما هنا هدي اللي يراد هذا هل يسكحر وحن وإن الرواية كل هذا رواية قرمة يسوق أضب وحن ورنا هذا من سنة لنا لكم أركو ومن قضاء وحدم من سنة له والنادر انقضاء عجر مركو حين نقول ان باب العمل بانسداد باب العمل انو حرمه وحديثة لدافه فراها اللقاء قال ساسا ايمان لهذا واركاستين مجري ارق علماء وحي كير هذين ثم هو معارض بنقل ابن برهان اجماع الفقهاء على الجواز فقال في الاوسط وحكو لدهب الفقهاء وحي كتك انكافة الى انه على ايشان لا يتوقف العمل وكمتا اقنبو يربي الحديث اللي عمل فلا على السماعي حديث كين لسعوده قشت يعني على السماع مركز الأولى إن اللي أقول لقمة وده وحلو رجي إن السنة كلها هذا هاي أو السنة سماع هذا هاي بل إذا صح عنده نسخة جاس العمل بها نسخة فيرو مركز طبعا نسخة سؤال لقمة أربان وإن لم يسمع يوسف دقي سن بو يوسف السنة سماع كلها هانين وحكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايين وحوش الإجماع على جواز النقل إن لقوا إجماعي إن وحل سوقوري إن بنانتا من الكتب المعتمد ده مركز ساسا شرطي ما هب ودب لما روى ولا يشترط اتصال السند الى مصنفيها كتاب كان شيخ قريه ادي انت اذن دحيت ان السند متصله كل هذا حتى شرط ما هن اسك ضاف ادي النبي عليه الصلاه والسلام وذلك شامل لكتب الحديث والفقه كل فقه هن نقض حديث هن نقض لغه هن نقض انت لغا ربا سدا لغا ربا وقال الكيه وحير الكيه الضبري في تعليقه وابو الحسن علي بن محمد الكيه شيخ أساس الأورنجر وحولية من وجد حديثا قفقها في كتاب صحيح جاس له أن يرويه ويحتج به وقال قوم من أصحاب الحديث لا يجوز له أن يرويه لأنه لم يسمعه وحي قبان وركي ابن سيدنا وحي قبان شيخ الأورنجر وحي لصعد عن شيخ اللي رادها وحي لصعد عن شيخ هذا عن سومريني وهاي يعني وحوي شيخ الأورنجر ابن سيدنا شيخ وركي سي لصعد عن وحولي أمركا وهذا قلد بولي وركاس قلد واي وكذا حكاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض المحدثين وقال هم عصبة وجماعة بوير لا مبالاة بهم لمن كساقبان وجماعة لا مبالاة بهم أن لو أبي يلن في حقائق الأصول يعني المقتصرين على السماع لا أئمة الحديث وقال الشيخ عيسى الدين بن عبد السلام عيسى الدين بن عبد السلام وشيخ الشافعي هاي وكا سلطان العلماء ما عاسوا ليه بايع الملوك نوالي نين آد وهل أدق بأهايا للشيخ الفقيح عجيب نواها وسولي واية وحواية مالو سنكجر الملحن وحير الشيخ عاسي في جواب السؤال وحكير كتبه إليه أبو محمد بن عبد الحميد وقري وحكير سؤاشي جوابتي مرو كجواب حكير وأما الاعتماد
على الكتب الفقه العسكرة الصحيحة الموثوقة بها الوكل صنع فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد إن لسك اعتمادك رو والاستناد إليها لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والدب وصائر العلوم لحصول ثقة بها وبعد التدليس ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على خطأنا في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم أستطيع قفسنا على مركز وقتها حديث وحجري وهو ما حديث كما معناك لو أهاي من قال أهلك هلك الناس فهو أهلكم حديث ترمذي أجري قفك يرى ألا تدخوا أهلك سمين باب خطأ أي وضع قلان فهو أهلكم ودى النبي عليه الصلاة والسلام أسا أقول هلاك بضم بك أسا هلاك سر أمضوا قف اسكم أوافق ذو كو ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعدل كثير من المصالح يا هلاب الهاودة المتعلقة بها وقد رجع الشارح إلى قول الأدباء مد ذلك له وحال الله أبت بعد الأحيان شارح الله أبت إلى قول الأدباء من في صور وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا عن قوم كفار ولكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها كما اعتمد في اللغة على أشعار العربي وهم كفار لبعد التدليس الحاصل مركة وركاسي ساسو كرونية رواية شرد معها لكن وحا شرد وحاني إن النسخة معتمدة والعقية هاي إن أنقر الكردعين أسمان تان حلقة أن هذا الجريء التدليس اسكبتن يا كتابي هنا أي النقضية وحا هو كتب تجارية واللغية وقف كان قناعسك إنه العكتي سكالية وفيرين يؤون فيرينين أمان الديني أما وربا أوسن كهي ننبا أمان الديني إن لا يسكرره أوسن وربا كهي ننبا أيضو تاس وحا هو باب الأولى الجماعة اللي إذا هذا آدم لا يسكر فيري أبا هنتاي النوع الثاني الحسن الله سبحانه وتعالى.